غسالة الأطباق شارب بدون شاشة، طبعا هي من غير شاشة، لكن تقدر تعرف رموز الأعطال بتاعتها أو الخطأ اللي بيمنعها من التشغيل، خصوصا لما يكون بتومد أو لمبة الإشارة دي بتقيد باستمرار بشكل متكرر على العلامة الموجودة. على حسب العلامة اللي بتقيد عليها الإشارة هنقدر نعرف. أول حاجة لو بتقيد على مؤشر السرعة ده مشكلة في دخول المية، لازم ننظف مصفات دخول المية ونتأكد من ان المية قوية مش ضعيفة وموجود مية ومفتحين الحنفية. لو مؤشر السرعة مع برنامج 90 دقيقة ده بيكون مشكلة في السخان، المية مش بتسخن سبب عطل في السخان او في درجة حرارة السخان. لو مؤشر الزجاج ده بيكون تسريب، لازم نمايل التلاجة للأسفل وننظف وننزل خرطوم الصرف على الأرض ونتأكد من عدم وجود مياه في قاعدة الغسالة ونرجع نشغلها تشتغل معانا.